سلام لي زومبي، يا شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين في احسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، كنبداها لكم من الصباح. اليوم يوم الاحد، الاحد يعني اخر نهار في العطله. لي مامون قولوا لي واش فرحانين باسكو وليداتكم غادي يدخلوا غدا للمدرسه؟ عافاكم ما تقولوليش لي لا. هاد لا سيمين صراحه ما فهمتش شنو هي الفكره انهم يعطوا عطله كتسماش عطله، يعطوا واحد الفتره ديال المراجعه. انا صراحه جو سوي كونتر، بغيتي نجلس باسكو كنحس راسي فاتيكي ولا لا. انا دابا جلست، دونك هادي ماشي عطله للراحه، للاستجمام، للسفر. انا كان كيسحب لي ما عندهم حتى شي حاجه، قلت اوه نسافر واخا غير جمعه سبت احد، منها انا وباباهم نرتاح واحد شويه، منها نسافروا معاهم دايره زعما ستيل، منها نسافروا انا وياهم شويه واخا نتحركوا واخا غير شي بلاصه قريبه. كنا مخطين وداكشي شويه. قال لك الامتحانات. قسما بالله الا وليت كنعس وكنحلم بالاسئله اللي كيتحطوا اون ديغي انا اللي غادي نمشي ندوز الامتحانات. وبما ان وليداتي صغار راكم عارفه، مازال عندها وليدات كبار تبارك الله، راه كيراجعوا بوحديتهم. اما بحال دابا هاد الصغار غتدي ليه في بيتو وتقول ليه اقرا، كيبقى كيشوف لك في الحيوط وما شنو كيدير. الا ما جلستش حداهم راه ما يمكنش انهم يراجعوا بوحديتهم. جو سي با واش غير لي زونفون انا حيت ولفت انني كنراجع معاهم ولا لي زونفون كاملين. ما هاد الجيل كامل اللي قلتها لشي سيده ولا صاحبتي ولا من العائله كيقول لك راه الدراري كاملين تقريبا عندهم مشكله ديال الكونسنتراسيون. الا جلستي وبقيتي كتقولي شوف فيا تخرجي فيه عينيك وداكشي راه كيتبع معاك شويه، كتلقيه سريح مشى الدماغ ديالو كيفكر في شي حاجه. المهم الحمد لله يا ربي وليداتنا كاملين دوزوا الامتحانات على احسن ما يرام. كنراجع معاهم، كنبغي داكشي ندير معاهم مزيان صراحه. واحد السيده استاذه قالت لي لا راه ما خصكش تراجعي معاهم زعما ديك الدرجه اللي كديري انت كتعاودي معاهم كلشي، راه صافي دوزي معاهم غير شويه كامل الفوق وصافي. المهم عينا اليوم نهار الحد، قلنا غادي نخرجوا بعدا في الدار، غادي ندير غير شي حاجات خفيفه، غادي ندوز هنا لاسبيغاتور. عندي واحد لو طابي ما كانش صراحه، دابا رجع كيقبط الخمله. واش غير دابا حيت الشتا وكنجبدوا الغطيان وداكشي الخمله كتولي بزاف في واحد لو طابي هنا. هاد لو طابي راه تندوزو حتى هو في لا ماشين، خصني شاك جوغ. المهم خصنا شاك جوغ ندوزو له لاسبيغاتور. جبت لاسبيغاتور غادي ندوز غير هنايا صافي، ما غندير حتى شي حاجه اليوم الحد عيانه، غادي ندوز غير لاسبيغاتور هنا. لا ماشين دورناها دو فوا وطلعت انا اللي طلعت باش نشر في السطح. داري مشمشه ولكن ما عنديش كيفاش نشر في الشمس، لان كنشر مؤخرا غير في، ماشي مؤخرا، ديما كنشر غير في البالكون، والبالكون كتكون عندي فيه الشمس العشيه. وراكم عارفين في ايام ديال هكا الخريف والشتاء وداكشي الشمس كتكون قليله في العشيه، وما الحوايج كينشف، ولكن انا كنبغيهم نضربهم الشميشه. اليوم غادي نخرجوا لي زونفون، غادي نديهم غادي نمشي وغادي ناكلوا في شي بلاصه ونخرجوا لي زونفون باش يلعبوا ويدوروا. باغا نمشيو للسونتر فيل، واخا راكم عارفين هي طراتني يدي، غادي نحطها هنا حيت ما عنديش، حيت ما بقاش عندي لا تريبي ديالي تهرس، قلت لكم. وسيلفي ستيك داك النهار كنت فرحانه انني لقيتو حتى هو تهرس ليا تبارك الله عليه. المهم شنو قلت لكم، غادي نمشيو للسونتر فيل، واخا السونتر فيل كاينه ازمه ديال ستاسيونمون، ازمه. فاش كنت في داري القديمه كان حدايا الترام، ملي كنبغي نمشي للسونتر فيل سواء انا ولا راجلي ولا نمشيو بجوج ولا نمشيو معنا لي زونفون ولا نمشي بوحديتي، كنمشي في الترام كيحطني في سونتر فيل حدا كافي فرانس، ولا كنزل كنت كنزل في المارشي سنترال كندور على خاطري كنمشي فين ما بغيت، ولا كنزل كاريمون في داك لو بولفار الكبير كنهبط البولفار الرشيدي كنمشي افا 55. المهم كنت كندور في خاطري، ما كاينش داك المشكل ديال ستاسيونمون. دابا حنا غادي نمشيو للسونتر فيل، ولكن المهم الله ان شاء الله نهار السبت اللي كتكون الدنيا عامره لحد جو بونس با، لحد جو بونس با. دونك غادي كيف قلت لكم غادي نديو لي زانفون باش حتى هما يحيدوا عليهم شويه ديال الحفاضه. الحفاضه صراحه ما خرجوا فين صوف كنا كنخرجوا كيلعبوا غير واحد شويه، ونهار لانيفيرسير دي فولا ومع لا فامي ايتو ابار سا ما والو دار 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 دار. دونك غادي نقضي اشغالي بالزربه، غادي نبارطاجيهم معكم، ومن بعد ان شاء الله غادي نخرجوا. يلاه ليتس جو.
خدمه ريفيزيون دونك اليوم قررنا انا نخرجوا الدراري نخرجوا يلعبوا شويه غنتغداو على برا. صراحه عييت داكشي علاش قلنا نخرجوهم يلعبوا هذا. دونك غادي نجيو اول حاجه جايني الجوع جينا لو ريستورون او شيف حنا غادي ندخلكم وغادي نوريكم تبارطاجيو معايا لا جورني ديالي كيف ما هي. صراحه جينا الجوع قلت اول حاجه غادي نبداو بها هي نمشيو ناكلو. هنا اختارينا هذا لو ريستورون اللي هو او شيف كاين في بولفار عبد المؤمن. دخلنا له فاش يلاه دخلنا كان عامر ولكن اوغوزمون ما كدخلنا من با كيلكو سكوند خوات اون طابل فيه التحت والفوق الكادر اغريابل يعجبكم انا متاكده وحتى لابوف ديالهم انا عجبتني بزاف الاثمنه. انا تعمدت انني نوريكم لو منيو باش تشوفوا الاثمنه. صراحه كليت عجبني الحال خديت اون سالاد غورموند شفتوا كيفاش عامله كليت صراحه كان فيها واحد الجوع ديال بصح قلت ايمان كولي غتمشي مع لي زونفون تخرجي ما تبقاي جري عليا نجري عليك اللهم تاكلي. ما بخلتيش على نفسي فوالا كل واحد شنو خدا. انا خديت البولي لي زونفون خداو البيتزا ولدي خدا الهامبرغر بنتي خدات كيف قلت لكم نوغي خداو الجو دورانج وراجلي خدا ان بلا ديال البولي. فوالا صراحه كليت الماكله ديالهم جاتني بنينه ومزيانه واش نعاود نرجع له مره واحده اخرى. احنا كنمشيو له كنمشيو له مره وبيان سور الى جات الفرصه نعاودو نمشيو له بيان سور بوكو با. راكم عارفين بولفار عبد المؤمن كاين برجر كينغ ولا دي بقاو نمشيو انا ديك الماكله ديال الفاست فود ما تنحملهاش عيانة كيف دو عرفتوا ان احنا دوزنا واحد لا سيمين مع لي زونفون ديال الريفيزيون عديت الخدمه عديت بزاف الحاجات قلت باغا نمشي ناكل شي حاجه مقاده. اما داك الفاست فود الصراحه ما تيعجبنيش هو كيعجب لي زونفون ولكن انا ما تيعجبنيش. هنا ديناهم لهاد الساحه المعروفه اللي فيها لي بيجون هكا طرام ديز طرام ولادي كيقولوا لي كوكو لان ملي كنت صغار كنت كنكون ديزا بلا فواتور كيبانوا كيبان ليا الطرام كنقول لهم كوكو لا طرام كوكو لا طرام وملي كانوا صغيرين كيحسب لهم سميتو كوكو صافي ولاو ديما كيشوفوا كيقولوا كوكو كوكو عند بالي راه هما تيقولوا له كوكو ولكن كيحسب لهم سميتو كوكو. دابا كبروا كيضحكوا على راسهم صافي انا بقينا كنقولوا له كوكو راه هو لو طرام هنايا كيف كتشوفوا الدنيا غزاله غير كانت عامره قلت نهار الحد الدنيا غتكون خبيصه فريمون كانت عامره. وهنا بنتي كانت كتبكي لانها كتخاف من لي بيجون كتخاف منهم بزاف ما عرفتش علاش فين ما كنديوها كتبقى تبكي وانا حرت الوليد باغي يلعب البنيته باغا كتبكي. المهم المهم من بعد كيف كتشوفوا هنا دزنا البرنس ديتهم خو كيلعبوا كيجريوا في البرنس الدنيا ما كاين لا فواتور لا والو ولكن الدنيا كانت عامره راكم عارفين انا البرنس كيكون شويه هكا مرون هنا كيلعبوا مزيان. هنا مشينا نشريو لي بارفان وهنا بغيت نبارطاجي معكم هاد لو جو لا لقيتوه ما تاخذوش واخا مكتوب عليه بيو راه لو كو ديالو خايب بزاف. وكيف كتشوفوا دوزنا واحد النهار اللي كان فريمون غزال. اهم حاجه ان الوليدات لعبوا لعبوا مزيان الحمد لله فرحوا بزاف واخا بنتي بقات كتهرنا لانها كتخاف من الحمام. ولدي كيمشي كيجري عند الحمام كيبقى يرمي لي والدرا وداكشي ومني كيجي عنده كاين شي ناس ما تيبغيهمش كيبقى يدفعهم كيبقى يتناقر مع الناس. مي دوزنا واحد الوقيت لي فريمون زوين سي فري كو لو سونتر في نهار الحد تيكون عامر هادشي كاملين حنا عارفينو. كاين مشكله ديال ستاسيونمون كما العاده فاش كنا بغينا راجلي حطني انا والدراري حدا الحمام وبقى كيقلب فيني ستاسيوني لقى ستاسيونمون حدا الفا 55 الدوره ديال الفا 55. مي بون واخا هكداك ماشي بعيده مشينا مع الوليدات كلاو فرحوا لعبوا نشطوا والحاجه الزوينه ان حنا هم ديناهم بلي تروتينات. الناس اللي وليداتهم عندهم لي تروتينات حاولوا انكم اللي تكونوا كماشيين بلا فواتور ديوهم معاكم من هنيت كيتحركوا. انا ولادي مع عكازين ما تيبغوش يتمشاو ولكن مع لي تروتينات ما نكروش تحركوا ظهروا نشطوا عجبهم الحال. وكما العاده فين ما كنديهم كنقول للمصور يصورهم داك التصاور ديال التليفون بصراحه ما تيجيوش زوينين ولكن التصويره اللي كتكون خارجه كتكون زوينه كنقلب على التصاور يخرج لينا اربعه ديال التصاور جاو زوينين وغيبقاو هكا دي سوفينير فنين. غادي نحاول ناخذ لان التصاور دار لينا باردون دار لينا واحد الفورمه اللي هكا كبيره نحاول ناخذ دي كادغ اللي يكونوا زوينين ونديرهم فيهم باش يبقاو هكا دي سوفينير اللي هما هادوك. شنو خدينا صراحه ما خديناش حاجه كثيره مشينا للبرنس ضربنا فيه طويره البرنس كنت كنمشي له بزاف البيريود اللي كنت خدامه في الجيش الملكي كنت خدامه في الجيش الملكي شريش الملكي دونك جيني ما تغيرش صراحه بالعكس ماشي كيديغرادا مي معليش. المهم الناس ديال كاسر عندهم دي سوفينير تما داكشي اش كيعجبهم يمشيو اذا اوقي ما كايناش مزيانه معليش. مشينا كيف قلت لكم انا بنوتي واخده ليها لي بارفان خدينا لي بارفان اللي وريتكم لا ديرنيغ فوا بالنسبه للناس اللي ما شافوهمش هما هادو
هذه ديال زارا، هذه من ديفاكتو، وهذه خداها ليها باباها. و مني خديت لها هادو قلت لها ندى صافي ما سقيش، قلت لي قالت لي ماما صراحه بنتي صريحه في حالي، انا راه ناكل العصا على الحاجه، كنت صغيره كنت ناكل العصا وكنقول لهم لا نقدر نعاود نديرها، وليدي كيشبهوني صراحه. المهم قالت لي ماما صراحه ما نقيسش لك الاخرين الا وحيده اللي ما نقدرش، قالت لكم ما تقدرش ما تقيسهاش، نوريها لكم اللي هي هادي، اللي هي هادي اللي تضرب فيها النص، اللي تضرب فيها اللي هي هادي ديال اي سان لوران. قالت لي ماما هادي اللي ما نقدرش نتفرق لك عليها، فمشيت لي بارفان ديال 49 درهم وخديت لها هادي. صراحه المهم هذا بولا عندها اربعه باش تعطيني الثقه لي بارفان ديالي. صراحه لي بارفان ديال 49 درهم كيكونوا رائعين وزوينين فنين. فقط فقط نصيحه اللي ما تيعرفش في لي بارفان ما يمشيش ياخذ من عندهم اي بارفان. علاش؟ لان هادو غير ليميتاسيون، بزاف ناس كيقولوا لا هذه هي البارفان ديال بصح، الفرق غير في لومبالاج وفي السميه وفي هذا. انا كنقول بصراحه لا، هذه كتبان انها ليميتاسيون ديال البارفان اللي كتكون اوريجينال، غير هي ملي كتكوني البارفان اوريجينال كتعرفيها مزيان، كتشميها كتلقيها كتعرفي تفرقي واش ماشي واش هي، واش صادقه مزيانه في ليميتاسيون ولا ما صادقاش في ليميتاسيون. بالنسبه لهادي قريبه، ماشي قريبه، قريبه بزاف. بحال دابا هادي الا كنتي دايراها وخارجه بها، الا شموها فيك صحاباتك ولا تاع فامي ولا شي حاجه غيقولوا لك هادي مون باري ايف سان لوران بدون شك. سي فري هادو كتكون فيه مزيده فيهم واحد شويه بالنسبه للالكول، مي قريبه ليها بزاف. انا نستغلها كيف كتستغلني، قريبه ليها بزاف. وخديت بالنسبه لي انا خديت دو بارفان صراحه ملي مشيت تما، راكم عارفين التروان مع الدراري الصغار، واخا كنقابضهم باباهم وخلاني انا نشوف خاطري، خديت دو وحده اللي ديجا انا كنت واخداها كتعجبني بزاف، اللي هي لايت بلو. لايت بلو دابا حاليا ما عنديش، دونك هاد لايت بلو هي اللي كانت عندي هنا وتسالات كتعجبني بزاف. 161 هي هادي، فوالا 161. الناس اللي كتعجبهم لايت بلو راها فريمون صادقه في ليميتاسيون، كتاخدوها ب 49 درهم وتبقاو ديروها. اللي كيحماق على البارفان كيبغي يديرها في الفراش وكيبغي يديرها في كل شيء، غير هي ما ديروهاش على لي زاكسيسوار ديالكم الا ما كانوش يعني الا ما كانوش مزيانين، ما ديروش لي زاكسيسوار ديالكم لان فيها نسبه كبيره ديال الكول، لا هي ولا البارفان عاديه. دونك فوالا مشيت خديت هذه لايت بلو، غادي نحاول نقلب على لا فوتو ديالها في جوجل ونحط لكم هنا باش تعرفوا علاش كنهضر. هادي وهنا خديت هادي النيميرو ديالها 286. صراحه مع الزربه وبقيت كنقرا ما حتى شي وحده ما شداتني فيهم، لان كيف كتعرفوا عندهم دوك لي بارفان القدام ما عندهمش الجديد. كنت انا بغيت 212 القديمه اللي بقيتو عاقلين عليها، كتكون غري هكا 212 كتحمقني، ضروري هذيك خصني ناخذها. قال لي هادي سي، هادي زوينه، قلت له شي وحده كياخذوا لي فام بزاف وزوينه، قال لي هادي. دونك ما فكرتش جوج المرات درتها هنا شميتها، ديجا ما كانتش عندي باش نعرف نفرق واش صادقه في ليميتاسيون ولا لا. تقولوا لي نتوما هادي لو نيميرو ديالها هي 286، نخلي لكم هنا السميه ديالها، وتا هي غادي نحاول نقلب على لا فوتو ديالها في جوجل ونحطها لي لكم هنايا. فوالا هادشي اللي خدينا، قلبت على شي محل تما بغيت ناخذ ندى ديكولون، حيت عندها بزاف ديال لي غوب لي سخي خديت نلبسهم هكا في الشتا، لي كولون اللي هما حنا اللي كنقولهم بالدارجه لي بات، بغيت لها لي بات يكونوا بالبيض وحدين بالكحل. انا صراحه ما تعجبنيش الملونين اللي كتكون فيهم هكا الزواقه، كنبغي اما بيضين كحلين كري، ولا كيكونوا حتى باللون الاسود تيكونوا هكا زويونين. اللون الاسود لا، حتى انا بنتي شويه ضعيفه، من الاحسن اما بيض ولا كري ولا باش اللي تقدر تجي مع اي حاجه. ما لقيتهمش تما، كنعاود نشمها. رشيتها انا عجبتني ريحتها كبارفان زوينه وخفيفه، ولكن ما عرفتش واش هي البارفان ديالها ولا لا. فوالا هنا كتسالى الفيديو ديال اليوم، جيسبر دو تو مون كور ان الفيديو ديال اليوم تكون نال الاعجاب ديالكم، وتكون شفتوا معايا شي حاجه اللي هي جديده. كنت معكم ايمان ماما امبيسيوس، نتلاقاو فيديو احسن من هذه. تشاو تشاو.